25 ذيب ضد 100 خنزير بري، من تتوقعون يفوزوا بهاي الحرب؟ الجهة اللي تخسر راح يتم حرقها باللاب، والجهة الثانية راح تتأهل للمرحلة الجاية. خلاص بعد ما تقدر تغير رأيك، نزل بوابة. تمام، بدأت الحرب يابا، بدأت الحرب. ويلي الله. الحروب انحصروا. والله ما ادري منو يفوز، منو تتوقع طني وانت برايك؟ انا برايي كلاب، لان انا اشجع دائما الكلاب. لانك كلب. والله اتوقع الخنازير. خنازير الشجاعه اوكي، كنت هنا جاي تغلب الكثره احيانا. والله صدق الكثره هسه انا ما ادري جزء قاعده ما تشتغل مالتك. اوكي والله شقهم شق هنا. خلاص بيكو احرقهم، حركه وكلم احرق الخاسرين. جي جي شباب للخاسرة، مبروك للي تأهلتوا. قدامكم 50 وحيد قرن مدرع ضد 100 خنزير بري. معلومة تفيدكم، الخنزير راح يكون هجومي بينما وحيد القرن راح يكون دفاعي. يلا لكم 5 ثواني حتى تصوتون بسرعة. طلعوا يا أخي حساس تصفيات تدمشي، يذكرني شنو؟ يذكرني بآخر بطولة براول ستار شاركت بيها يا أخي. اللعبة ممتعة، البطولة كانت جدا قوية، يعني تخيل لعبنا ضد فرق محترفة إي سبورتس. أول مرة بحياتي أحس نفسي محترف لوهلة من الزمن. اللي ما شاف البطولة هاي أقوى اللقطات اللي صارت. هلا والله شباب، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم في بث مباشر جديد الاختيار، ولكن لاحظ معي هون او لو اي عطى بس لدارك ودارك حطك. اعتذر على التاخير. عادي ما في مشكله، استناك. ازرق مقابل كيو 8 بالاحمر، جاب الكيلو وين شوت كمان على بروكو. الو، هل انت معنا في الخط؟ اهلا. نعم يعطيكم. اهلا والله بسار فاير فلاي. لو عندكم اي حرقي درامي كثير عالي من الفريق الازرق. اهلا وسهلا فيكم فردان. أهلا وسهلا. شكرا كثير على استضافتي بهي البطوله. لا بخضر يقدم اليسار والله عليك اخذ كافي. الف مبروك لك، جود باي باي باي. السلام عليكم. وحب اقول لكم بالمستقبل راح تصير بطولات كثيره، من هسه نزل لعبه وتدرب عليها واستعد للبطوله الجايه، وان شاء الله راح تكون ضدي وانا افوز عليك. نزل بوابه ميكو، نزل بوابه. اوه شيت شيت يا رجل. والله اتوقع يا اخي عجبني هجوم هذول الخنازير. اي بشون الخنازير هجومهم ايش سوى؟ جيش بوشنجي هذا وحيد القرن شخصيته دفاعيه طنيا، وما يجي ما يجمن، ما له علاقه، لا ينضرب ما يجمن. إيه بس يدافع عن نفسه. بابا شلون يدور عليه؟ للعلم هو اقوى، للعلم هو اقوى ترى. ايه اقوى، بس الكثره يا ولد الكثره. بعد شلون يدور عليه؟ بابا شلون جارينا؟ بما ان الخنازير صارت مجموعات راح يشقون هذول نيتش شك للعلم، يعني راح يشقون شيك. بابا دام صار مجموعة شنو احساسكم انتم فوق اللي اختاريت الجزمة؟ اختاريت واحد القرن، شنو احساسكم ها؟ تردون تغيرون؟ من اللي تغير بابا حبالي قمزون؟ اردروح حبيبي. والله ماكو تغيير، بعد ماكو تغيير، الخنازير شقتهم. والله الخنازير بعتهم معدات اسطورية. قلت لك كذا بعدين شقون شقون. بابا عصروا بزاوية يا حبيبي والله. اوكي هنا لا، هنا عددهم قليل، احتمال يكتلون الخنازير، احتمال يكتلون. ولو كتيبة ثانية جاية منك. حلو، هنا اثنين ضد واحد قتل واحد. وقالوا وقف على وراك، وعلى وراك الهجوم اللي وراك. انتهت المعركة. كلمات أخيرة. أوكي ماتوا هواي وانتوا بقيتوا، تقريبا عرفتوا قدرات الخنزير. فراح أسألكم سؤال، إذا 100 خنزير صاروا ضدهم 100 جولم ثلجي، منو تتوقع يفوز؟ صوت لكم 7 ثواني. يلا، هاي أول مرة راح نستخدم الجولم الثلجي، فيعني إذا ما تعرفوا له قوي لا دير بالكم. خلاص أرفع البوابة بيناتهم. ثلاثة بثلاثة. نزل بوابة بالحلبة. يا الله شيت. الله 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 الله. شيت يا رب. نزل بوابة لك. علقت ماي برادر. يا الله. شنو هاي؟ ولك شنو دول؟ مطرة ثلج جابه. مطر الثلج. اوه شيت، ذولا بيشمرون يعني الخنازير صراحه ينتهون. والله ما ادري، يعني اتوقع انا حاليا ما تبين نتيجه الصراحه، حاليا ما تبين نتيجه. جاي نشوف، اكو مطر صار على الخنازير، صار مطر على الخنازير. الجولم الثلجي قوي يا اخي تراوالي. اي شقام والله الجولم الثلجي، شنو شكلهم شيق والله. والله دمرهم بقى، بس هنا شويه عندنا هنا مكان شويه بي ناس خنازير، انا ما اغلب الاماكن. لا الجولم بالضبط. والله حالياً الجولم سيطر يا ولد، الجولم سيطر. بقت كم خنزير؟ اي بقى بس هاي المجموعة اتوقع، بس هاي المجموعة. رشوه. يوهوي الله. مطر سووا عليهم. الجولم الثلجي فاز يا ولد.
اعرق الجماعة اعرقهم اعرقهم بايري يغير ما تغير بعد وين تغير فات الاوان طبعا هواي خسروا بالاختبار السابق اما انتم مبروك لكم بعدكم عايشين وما تم حرب اوكي باعتبار الجولم الثلجي فاز بالحرب فهالمرة راح نخلي 50 جولم ثلجي ضد 10 زومبي عملاق صوتوا بس فكر قبل لا تصوت هل الكثرة راح تغلب الشجاعة؟ ما تتوقع الفوز اختار الجهة شباب اوكي خلاص ارفع الحائط ارفع الحائط ما تقدر تغير بعد ارجع لك نزل بوابة ويلي يلا يلا نزل لك نزل يا الله يا الله يا الله بدأ اوه شوف لك حتى طقت يا به حابط ابركب بنصها هولي شيت والله زومبيات قويين بس ما معروف لحد الان المعركة ما مبينة المعركة ما مبينة بس جاي يشوف مطر من الثلج اوكي هذا رسمه زومبيات رسمه زومبيات زومبي صغار على بالي تشاق على مود زومبي صغار لا شاقي ما شاقي اوكي هنا بقى بس واحد هذا زومبي طاح زومبي طاح اوكي والله زومبيات هنا بس بقى بس هاي الجي اوكي 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 طاح طاح عندك هنا خسارة زومبيات هنا بعدين خسرا اوكي اوكي فازوا زومبي اوكي انتم اللي تأهلتوا راح اصعبها عليكم سبعة جولم عملاق ضد 15 زومبي منو تتوقع راح يفوز يلا صوت بدون تفكير طبعا اذكر واحد منكم بس راح يطلع فايز من هذا الاختبار وراح يفوز بالملابس هاي وبالشبقة و100 دولار ارفع البوابة ارفع البوابة يلا نزل نزل علقة تنزل ولك نزل ولك نزل طفروا عليهم طفروا عليهم طرب انه يا بعلقة علقة علقة تجمع بحذولي باش قدر اسبنهم صاروا جيش ما زومبيز بقى حتى جاي دمج يا الله انا بعيد والدمج راح ابتعد شوي لك شنو والله بس ال... بس الجولم 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 قوي بس ما معروف حد لا ما معروفه والله ما معروف الوضع مزري ما معروف الوضع مزري مات كم جولم مات مات واحد يمكن عنده مات واحد جولم اي مات واحد جولم بعدين جولم مجموع عليه زومبيات صغار اي بس قدرهم 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 الجولم يا ولد اقوى ترى والله الجولم اقوى ايه شقام شق بعد العلم كثر اسمه هذول زومبيات الجولم اقوى يا ولد بس بابا الجولم بعدهم لحد الان قاعد ياكلوها اكو بعده وايد زومبي عايش ايه ادري وياك انا وياك 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 بس صدق جاي ياكلوا هذول جاي ياكلوا تروح روح زومبي زومبي الابطال اوكي ايش معي مجموع عليهم مجموع عليهم بعد مجموع عليهم ما تقولهم ما تقولهم حلو ما تقولهم ايه ما تقولهم طاح جولم بس الزومبيات طاح اول والله الزومبيات شقوا شق طاحوا طاحوا لا الجولم قوي الجولم قوي بس يعني المفروض الجولم قوي تو ماتش الجولم قوي اوكي شباب انتم حاليا وصلتوا لاخر مرحله شفتوا الايرون جولم شلون قوي بس بايدي هاي اقوى اندرمان راح تشوفه بحياتك منو تتوقع راح يفوز قبل لا اشمر الاندرمان اختاروا جهه اختاروا جهه يا ولد توقعوا الاندرمان يعني على الثقه على الثقه يعني حكايتي اثرت فيكم خلاص هسه نشوف راح ارسمين الاندرمان هنا أنا. اوكي يا الله واحد اثنين ثلاثة تمت نزل نزل بابا نزل بابا حبيبي اولا الله شنو طقة 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 جالي 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 عصب عصب علقة ببيناتهم ايش جاي يصير هذا جاي يصير ازرب الكاميرا ما تهب اي والله شيت شيت بعلم علي جهالة شيت يا ولد خرب انه اكتل اول واحد والله العيرون قولهم مستلمهم اوكي اوكي راح يقدرهم خمسة ستة ضد واحد حاليا ستة ضد واحد ستة ضد واحد ستة ضد واحد جاي يشرد شنو والله شنو جاي يشرد والله ما أدري ستة ضد واحد ستة ضد واحد طبعا هذول جاي ينتقلون خمسة ضد واحد ما جاي لحق يضربهم ما جاي لحق يضرب هسه بدأ يضرب هسه بدأ يضرب هسه بدأ يضرب كل واحد اثنين كلاهم أويلي الله قتله والله قتله فوز أوكي شباب أنتم أخير اثنين بقيتوا أحياء لازم تحاربون على مود حياتكم طرنيو هنا راح يساعدكم وقفوا وياهم طرنيو خدمتكم شباب راح تحاربون الاندرمان اللي توكم شفتوه تمام المعنويات عاليه معنويات عاليه عم الودد يا الله راح ارسم لنا بعيد عنكم حتى تسيطرون رسمنا بعيد رسمنا بعيد شباب بعدين شارتي اوكي تم شارتي. روح 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 يلا اسطوره روح اسطوره روح اسطوره وش وش اكيد خرب تستطيع شيت طرنيو طالع خلاص شباب تتقسم الجائزة بيناتكم إذا عجبك المقطع وتريد تشارك رابط الديسكورد راح يكون بالتعليق المثبت لايك واشتراك وشوف هذا المقطع